وقفة احتجاجية صامتة نسوية خاصة، وهي صامتة حتى نعبر عن الصمت الذي يخيم على جهة تطاوين في عدم يعني الإفادة بالتزامات الدولة بعهودها وبالتزاماتها وبواجباتها في توفير أطباء الاختصاص والحق في الصحة للجميع. لهذا نحن إذن هي صورة رمزية، أيضا يحملنا الأكفان، خاصة الأكفان الأجنة التي توفيت هذه السنة وما قبلها. إذا لأحلاف الأساس يعني اخترنا هذه الوقفة بهذا الشكل حتى تكون أكثر، يعني لأن الصمت يعبر أكثر حتى من الكلام أحيانا.